كده عندي اول حاجه، عندي شويه شوربه على النار فيها طماطميه، فيها معلقتين زبده، وادي شويه ثوم، ادي شويه كرفس، ادي شويه زعتر، شويه كرات، وخدت الملح والفلفل. ازودها كمان شويه سمنه ورقاق باللحمه المفرومه والسجق، رقاق طري، سجق، لحم مفرومه، بصل، كرفس، كرات، فلفل حار، ثوم، زبده، سمنه، مرق، ملح وفلفل واعشاب ومكسرات. يبقى انا النهارده عملت تغيير مفاجئ في مكسرات، في سجق، وفي حاجه تانية هنشوفها واحنا شغالين، مش هقول له عليه دلوقتي. حلقه صينيه اهي، بديها معلقه السمنه برضو، وافرد السمنه بتاعتي. خلصنا من دي، وادي شوربتي اهي، خلصنا منها. السمنه اللي عندي، وكمان حبه زبده، طيب ده السجق بتاعي، هحمره الاول في السمنه. بعد السمنه شويه ثوم، مش عايز احكي لكم على الريحه عشان هتقولوا ده بجاملنا. لان الريحه مريحاني. ده بصل، ده هنا بقى كرفس، زعتر، كرات، مكعب مرق. ده انا حاطط عينين على النار. ادي الفلفل الحار، دي اللحمه المفرومه بتاعتي، عشان بس افهم المخرج ما يخبطش في الحلل تاني. ادي حبه المكسرات، وقول لي عمل لك ايه قلبي. صلي على النبي. دي الطماطس بتاعتي مين يا فندم؟ ادي الشوربه، اهو. نعم يا فندم. الله صلاة النبي عليه. شوربة حبازة بزع عبد العزيز حلوة. لازم ابشتك كده عليها. نعمل ايه بقى يا سيدي؟ بص، لا العجل في بطنهم، خلوا شويه الفرن كده